دلوقتي يجي معادنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، تعالوا نتابعها في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيكون موضوع خطبة الجمعة الحديث عن عناية الإسلام بالنشأ من خلال الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية. وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بالنص الكامل لخطبة الجمعة على أقل تقدير، وعدم الخروج عنه بأي حال من الأحوال، وكمان الالتزام بعدم تجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة والمقدر ب15 دقيقة. النهاردة هينطلق حفل الأساتذة ومدحت صالح الساعة 8:30 بالليل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية. ينظم الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله الفنان مدحت صالح مشروع الفن الجديد المسمى بالأساتذة. بيهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقي المصري والعربي والانتقال بألحانها من شكل التخت التقليدي إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات. النهاردة هيتم الاحتفال بمرور عام على إطلاق سلسلة أرواح في المدينة، وده هيكون الساعة 5:30 مساءً في مركز الإبداع الفني بساحة أوبرا القاهرة بمشاركة مجموعة من المثقفين والفنانين. وبيأتي الاحتفال بالتزامن في نفس أسبوع عيد إنشاء القاهرة اللي بيصادف 6 يوليو من كل عام. النهاردة هيقام بمركز إبداع بيت السحيمي في شارع المعز التابع لصندوق التنمية الثقافية الساعة 7:30 بالليل العرض الجديد لمسرح خيال الظل والأراجوز بعنوان التمساح، واللي بتقدمه فرقة ومضة لخيال الظل.